السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نص قرائي أو نص شعري وطني للشاعر محمود درويش. إذا على بركة الله، صاحب النص هو محمود درويش، زاد سنة 41 وتسعمائة وألف، توفي في سنة 2008. شاعر فلسطيني من دواوينه الشعرية أوراق الزيتون، عاشق من فلسطين، وداعا أيتها الحرب، وداعا أيها السلام. مصدر النص ديوان آخر الليل كما هو مبين في صفحة 46. دلالة العنوان وطني، عنوان النص مركب إضافي أضيف فيه ضمير متكلم العائد على الشاعر وهو الياء إلى الوطن للدلالة على ارتباطهما وعدم افتراقهما، فكلاهما شيء واحد، مما يدل على ذلك أيضا حذف أداة النداء لطي المسافة بين المنادي الشاعر والمنادى. عوض يقول مثلا يا وطني، حذفت حتى دابا وتقديرها هي يا وطني، ولكن حذف الشاعر أداة النداء لطي المسافة بين المنادي والمنادى، بينه وبين الوطن. بداية النص ونهايته. البيت الأول تكرر فيه العنوان وترد في تكرار في العنوان، حيث بدأ بوطني وتردد في ضمير متكلم أكثر من مرة. وطني يعلمني سلاسلي للدلالة على قرب المسافة النفسية، على قرب المسافة النفسية بين الشاعر ووطنه رغم بعده عنه فيزيائيا. البيت الأخير تغير فيه الضمير من المتكلم إلى الغائب للدلالة على بعد المسافة النفسية بين الشاعر والعدو وكرهه له رغم وجوده قريبا منه في زنزانته. لن زائد فعل مضارع، يبصر يسمع، يدل على استمرار المعاناة والتفاؤل على حد سواء. نعم، الصورة المرفقة صورة فوتوغرافية تجسد الشاعر الراحل محمد درويش أو محمود درويش، وهو في حالة تفكير وتأمل. الفرضيات، الموضوع، موضوع النص ولع بوطنه. ولع الشاعر بوطنه أي حب وتعلق الشاعر بوطنه وإصراره على تحدي المحتل الإسرائيلي حتى يتحقق النصر. نوعية النص قصيدة شعرية ذات نظام الشطرين المتناظرين ومع وحدة الوزن والقافية والروي. فهم النص جداول من جدول مجرى مائي، لأن كل ما عندنا، عندنا المراج، عندنا الفاتحون، عندنا سرير، اللي ما عندناش هي زنزانة. زنزانة غرفة داخل السجن تتخذ بشكل انفرادي إمعانا في التعذيب. الفكرة المحورية حب الشاعر الوطني وإصراره على الصمود والتحدي إلى حين تحقيق النصر. مقاطع النص ثلاثة المقاطع، من واحد لجوج، من ثلاثة لخمسة، من ستة لتسعود. المهم، المضمون الأول إصرار الشاعر على الصمود والتفاؤل بتحقيق النصر بفضل روح الوطنية لدى الفلسطينيين. تحدي الشاعر لكل أشكال التعذيب التي واجه داخل السجون الإسرائيلية بالصبر والتفاؤل. رد الشاعر على العدو الصهيوني بمواصلة التحدي والمواجهة بالصبر والأمل في المستقبل. ولع الشاعر إلى الموضوع النص، ولع الشاعر وإصراره على تحديد المحتل أو تحدي بلا الدال على تحدي المحتل الإسرائيلي حتى تحقيق النصر. من حقوق المجرمين، معجم مرتبط بالوطن، معجم متعلق بالحقوق، ومعجم متعلق بالالتزام بالواجبات. نعم، لنا أمو داكشي باين. الأمل في ظل الألم يعني التحدي والصمود، وبالأمل خفف الشاعر من معاناته داخل السجن. الإيقاع الخارجي والداخلي، الإيقاع الخارجي تجلى في وحدة الوزن والقافية والروي اللي هو اللام، تفاؤلي، جداولي، مشاعلي، سنابلي، جدائلي، وهكذا. إيقاع داخلي، الجناس، جداولي، جدائلي، تكرار، وتجلى في تكرار مجموعة من الألفاظ مثل الجدران، رسم، الشمس، فتح، وتكرار مجموعة من الحروف اللام، الجيم، العين، للدلالة على كل شاعر يقصد البوح بمشاعره والجهر بها. ترادف و
الترادف، النور، الشمس. كتبوا ورسموا، أغمدت، غرزت. طباق ضد طباق، ظلام نور، عنف ورقة. رسموا، محت، محت أو مسحت. أسهمت مكونات المكونات والإيقاعين الداخلي والخارجي في إعطاء نبرة موحدة لموسيقى القصيدة، مع إحداث تماسك داخلي لجو القصيدة المتسم المتصف بسعة الخيال، ما ساعد على شد انتباه القارئ وضمان تفاعله مع ضمان النص أو مع ضمان تفاعله مع مضامين النص. عفوا. الصورة الشعرية، الصورة الشعرية تركيب لغوي يمكن الشاعر من تصوير معنى عقلي وعاطفي متخيل ليكون المعنى متجليا وواضحا أمام المتلقي حتى يتمثله بوضوح ويستمتع بجمالية الصورة التزيينية. التشبيه، توهج جبهتي شبه جبهته بالشمس. استعارة، يعلموني حديد سلاسلي عرس الجداولي أجمدت في لحم الظلام هزيمتي. ثم عندنا الرمز، سنابل ترمز للخصب والخير، يعني الخصوبة والخير. جدائل ترمز للصبر والشموخ والصمود. وظيفتها أدت وظيفة تعبيرية، يعني صور شعرية من خلال التعبير على عما يجيش في وجدان الشاعر من أحاسيس وعواطف، وساعدت على تأكيد المعاني والمبالغة في تصوير الأحوال بالعدول عن اللغة التقريرية المباشرة إلى لغة مبتكرة، تحقق لذة جمالية تتجاوز المألوف المتداول. هنا كنتكلموا على الصور الشعرية. التشخيص هو رسم صورة حسية ملموسة لما هو عاطفي مستتر. الأساليب، عندنا النداء، عندنا النفي، عندنا القصر. النداء وطني، حذفت الأداة كما قلنا في بداية الفيديو. النفي، ما كنت أعرف، هذا مثال. القصر للدلالة على الإصرار والتحدي والرفض القاطع، لم يفتحوا إلا، لم يبصروا إلا. الجمل والضمائر، تهيمن على النص الجمل الفعلية للدلالة على حركة الشاعر ووجوده رغم كيد العدو. أغمضت، حفرت، غرزت. تكرار ضميران على امتداد القصيدة هما ياء المتكلم الدالة على ذات الشاعر الصامدة وطني سلاسل بطاقتي، وهو الجماعة الدالة على المحتل المستمر في ظلمه. سدوا، كتبوا، ورسموا. القيم المبثوثة في النص، حب الوطن، فداء الوطن، التضحية في سبيل عزة الوطن. نوعية النص، قصيدة شعرية ذات نظام الشطرين كما شفنا في البداية المتناظرين مع وحدة الوزن والقافية والروي. التركيب، ها هو عندنا جوج تراكيب اللي بغيتي، هادو واحد اللي غنديرو من بعد دابا باش يكون عندك اختيار، واحد طويل واحد قصير. اذا شكل التعلق بالوطن والارتباط به احد اهم، شكل التعلق بالوطن والارتباط به احد اهم الموضوعات التي اهتم بها الشعراء. كون الوطن مصدر الاعتزاز والكبرياء والشعور بالبطولة والشجاعة، لان الشعر شكل من أشكال الدفاع عن الوطن والتعبير عن حبه والتعلق به. هذا ما يظهر جليا في قصيدة محمود درويش الذي قمنا بتحليلها. نجد الشاعر درويش، بغيت تبدأ من هنا، بدأ من هنا. نجد الشاعر درويش يفتتح قصيدته بالجمع بين لفظتين متناقضتين، عنف ورقة، للدلالة على وضعية الشاعر وإحساسه داخل السجن، حيث يتجاذبه إحساسان متناقضان، إحساس بالعنف إزاء العدو، وإحساسه بالرقة والأمل والتفاؤل بنيل الحرية وتحقيق النصر. ويختم القصيدة بإجراء تقابل بين ألفاظ البيت الأخير فيما بينها، توهج جبهتي، صرير سلاسلي، وتقابل بينها وبين ألفاظ البيت الأول، رقة المتفائل وتوهج جبهتي، لأن التوهج رمز للتفاؤل وضده عنف النسور. صرير سلاسلي لأن السلاسل ترمز إلى العنف. كما نلاحظ أيضا تردد فعل المضارع، يبصر ويسمع، ما يدل على استمرار المعاناة والتفاؤل على حد سواء. يتضمن النص قيما وطنية وإنسانية، منها الصمود، الإيمان بالقضية، عدم فقدان الأمل، حب الوطن، النضال في سبيل عزة الوطن. هذه قراءة تركيبية أخرى. يوجه الشاعر محمود درويش رسائل قوية
كل من في الوطن، كل من من الوطن إلى كل من الوطن والشعب الفلسطيني، ثم العدو الصهيوني. فالوطن يعبر له عن مكانته السامية واستعداده التضحية بحريته الشخصية وبروحه من أجله. والشعب الفلسطيني يحمسه إلى مزيد من التحدي والمقاومة والصمود. أما العدو الصهيوني فيجاهر بعدم الاعتراف به وكرهه له وتحديه بقوة الصبر والصمود والأمل في مستقبل الحرية والكرامة. إذن وقفوا الفيديو، اكتبوا على خاطركم، صلوا على رسول